ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء غيره شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم من أعظم أنواعها. الله جل وعلا يقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول سبحانه وتعالى: فلا تدعوا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء خالص حق الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا الإنسان مخلوقا نبيا أو وليا ميتا أو غائبا وطلب منه قضاء حاجاته وتفريج كرباته فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا هو شرك المشركين الأولين الذين يدعون من دون الله عز وجل. فلا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاء غيره من الأموات والغائبين ولا حتى الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: والحلف به، الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الحلف بالرسول أو بغيره شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، الحلف هذا لا يكون إلا بالله عز وجل، لأنه تعظيم وفيه نوع تعبد للمحلوف به، فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.